So, salam alaikum, normal. Alors, نحطوا القهوة لهنا نبردوها شوية ديز نسكافيه نحطوها نبردوها شوية ونحطوها لهنا هكذايا نفرغوها هكذايا لازم تكون كاع على لا سيرفاس كوفيت ومن بعد نحكمو هاد نقولوا له اللي في البسكويت نحطوه كما نقولوا هكذايا القهوة من تحت باش يشرب القهوة هذاك وشغل يعطي له بو تاع القهوة وفلا بعد راهي نشفت كاع زدنا شوية قهوة طبعا نكسرهم باش يجو ديريكتومون مع ال بقرا متكفيش القهوة دوزيامو نخلط الماسكربوني نخلط الماسكربوني هذه الماسكربون نحطها هنايا داخل اسم الله هذا يا كده نسحقوش يعني نزيد ندير لاتزيام هادو 500 غرام تاع الماسكابون الورا نخلطهم شوية مع بعضهم هذا البيض مع المسكربون البيض خلط مليح شوية كما نقولو ليكيد بصورة المسكربون هادي سي اون فرماج زاني دي ماك كان زاني ولا انا المره قبل لازم ندير شويه ديال زاني انا نحط زاني نحط زاني طمع لا تطلع Ja, stopp.